فيها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لتونس، قال في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي بالعاصمة التونسية انه مصر طورت مناخ الاعمال بالنسبة لها، وهيكون في تعاون اقتصادي بين مصر وتونس خاصة يكثف في الفترة القادمة. قال إن كمان ما انجزناه اقتصاديا مهم بل كمان ملهم جدا، واكد على دعم مصر لتونس حكومة وشعبا وقيادة، واوضح انه انعقاد اعمال المنتدى الاقتصادي بين البلدين ده بيجي في وقت في تداعيات غير مسبوقة من أزمة عالمية. وقال كمان أنه الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أنه التضخم أصبح خطر واضح لكثير من البلدان. أكد كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه مصر اتخذت تدابير لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية والتخفيف على المواطن والحد من تأثيرات الأزمة، ومنها إنشاء شركات قابضة وطرحها في أسواق الأوراق المالية بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، وطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية الفترة القادمة، وفتح المجال في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، وأيضا تذليل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين. حاجة من الحاجات المهمة قوي اللي احنا بنشوفها دلوقتي بتحصل، طبعا ثوابت مصر في السياسة الخارجية ثابتة، ثوابت مصر مع الأشقاء سواء بقى أفريقيا سواء على المستوى العربي كلها احنا حافظينها. لكن احنا بنشوف كمان فكرة التناغم بيزيد، وانه كمان يبقى في تكاتف اكتر، والتكامل نحس ان هو ابتدى يزيد في الفترة الأخيرة، وده حاجة من الحاجات المهمة جدا ان احنا نشعر ان ده بيزيد مع وجود أزمات، خاصة لما تكون أزمة عالمية بتطال كل العالم. فما بالكوا بقى العالم العربي اللي هو بقى يعني زي ما احنا بنشوف اوروبا، الاتحاد الاوروبي دايما في اجتماعات على طول، حتى لو ما فيش اجتماع قادرين ان هم يجتمعوا فيه على طول موجودين في الاتحاد الاوروبي من خلال التقنيات الالكترونيه سواء زوم او غيرها. لكن فكره ان احنا نكون يعني نشعر بالتكامل العربي، احنا في امس الحاجه لوجود تكامل عربي، ومصر دايما بتسعى لتحقيق هذا الهدف من زمان ومن زمن بعيد جدا، الا انه الخطى والحراك في هذا الأمر اتكثف كتير قوي في الفترة السابقة، خاصة مع وجود أزمة الكورونا، وكنا بنشوف مصر قد ايه قدمت دعم لأشقائها سواء على المستوى الإفريقي أو على المحيط العربي في وقت أزمة الكورونا. وأيضا كمان الأزمة بقى الروسية الأوكرانية، هذه الحرب الدائرة، وما حدش دلوقتي قادر إن هو يعرف البعد اللي هي هتستمر فيه، وكمان الأبعاد اللي ليها خاص يعني ليها وقع بقى اقتصادي على الدول، وهنا طبعا احنا بنتكلم على العالم العربي مدى تأثره، وهنا كان لابد من وجود تكاتف أكتر، إن احنا كمان نتبادل مش فقط تعاون في الحاجات اللي هي فيد واستفيد، لكن كمان لو أنا قادر أن أنا على الأقل أنقل الخبرات، فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تفيد الشعوب الأخرى وتقدر أن هي تنميها عندها، لو على الأقل أن هي هتنقل مثلا النو هاو. فكرة كمان التعامل مع الأزمات ده بيجي كمان من خلال تعاملك مع دروبات كتير حصلت، يعني مثلا حصل دروب مثلا قبل كده، فاحنا قدرنا ان احنا نعمل الاصلاح الاقتصادي، بننقل هذه الخبره للشعوب العربيه الاخرى، فبيقدروا يستفيدوا من خبرتك في التعامل مع الازمات على كمان المحيط الدولي. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنحييها في سياسه مصر الخارجيه.